خطوط العزم الظاهرة على جبين محمد العمرو دلالة على عزم وإصرار لتحقيق الأهداف، فهو لا يقبل بالتقصير خصوصاً فيما يتعلق بالعمل. لا يهتم للوقت المستغرق لتنفيذ مهمة ما بقدر ما تهمه النتيجة الصحيحة والنهائية. يسير على خطة وتسلسل دقيق، فهو لا يقوم بأكثر من شيء في ذات الوقت، فذلك من وجهة نظره عدم انضباط. أما لغة جسده رسمية، قليل الابتسام، يفضل الحفاظ على مساحته الخاصة. رجل ذو مبدأ، لا يقبل التحديات المباشرة، ولكن إذا تعلق الموضوع بمبادئه سيحارب بالحلول المنطقية.